أنا سامية عيسى من سكان شعفاط، سائقة شوفيرة باز حاليا، وبدأت في سواقة باز كأنها هواية وبحب السواقة، وزي ما تقولي إن بدت كأن هناك في أمريكا كل إشي بنتعلمه خاصة السواقة هناك، وحبيت سواقة الباز. أنا بدت الفكرة وأنا في أمريكا وأنا بعمري صغير بحب سواقة السيارات، بعدين صرت أحلم في إشي أكبر اللي هو الباز والتريلا. إن شاء الله الناس استقبلت وجودي على الخط صعب شوية، بعدين يا أختي تعودوا وقالوا برافو عليك منيح وكويس. أنا بمارس سواقة الباز مع حب وبعشقها وزي ما تقولي إن أنا عندي الناس بالنسبة إلي إن الدين معاملة، إن لازم تعاملي الناس حتى لو مع ابتسامة خفيفة مع كلمة طيبة. الصعوبات طبعا اللي شفتهن في الشغل كلام الناس بيسمولش كلام، لو هم طالعين وهم قاعدين وهم نازلين ما بهتمش. صلي في الشغل 7 أشهر وان شاء الله مستمره في شغلي ان شاء الله. زي ما بتشتغل المراه زي ما بتشتغل عند اليهود كشوفيرة باز وهناك مش عيب، هنا برضو عند العرب مع عند شركه العرب مش حرام برضو.